اخ يا مهاي علي وعلى حظي، والله ما ظل غير الحارس يستلم اداره المحل وانا ما مش راح استلمه. لك يا ام فؤاد شو بدك بجعد هالراس؟ خبرت عزيز من موجوع راسي بمصروف الدار، خليني وجع اخرى بمصروف المحل. اه والله انا سليم بس ايدي لحتى استلم له المحل وانا ما رضيت. وليش ما رضيتي يا بعدي؟ هيك ما جا على بالي، خلينا نرجع السوق. والله قولتك انا بدي ارجع السوق، بدي احرك ميزانيه الدار حرك جكر بابو فؤاد. يا حبيبتي انا حاليا عم بحرق ميزانيتي على جوز المصون، جبت له عطر للمناسبات نازل فيه بخبها الصبح وظهر والمساء، بدي اجيب له هيك شيء خفيف تعبايه. معك حق، اللي ما بيعرف الصقر بشويه. شو قصدك يا ام فؤاد؟ مين الصقر؟ انا ولا سليم؟ لا كبرتي عزج، سليم اللي بشوي يعني اللي ببخبخ عطر، هذا المثل بنكال للي بيستخدم اشي بيعرفش قيمته. فكرتي يا مها، ابو فؤاد بيسلمني ادارة المحل السنة ولا رح يضل مش شايلني من ارضي؟ والله يا ام فؤاد اللي ما بيعرف الصقر يشوي. كبرتي عزج، علمناهم على الشحدة سبكونا على الابواب. الله كرمك. يلا امشي امشي خلينا نرجع. يلا يلا طب ندخل الاغراض. يلا امشي.